سلام بنات الحبوبات ديالي، جيتكم فيديو جديد على القناة. تمنينا لإعجابكم. الفيديو ديال اليوم والوصفة اللي نشارك معكم اليوم الكفتة ديال الزرديل بالطريقة ديالي، كتجي زوينة ما شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما شفتوا هذه هي الكفتة اللي نشارك معكم اليوم. أنا غسلت الزرديل وطحنته كما شفتوا، راه مطحونة. درت ما واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. صافي دابا غنبدا ندير في العطريه. هنا درت معلقه ونص صغيره ديال التحميره كما شفتوا معايا. غنزيد الخرقوم، الزنجبير، البزار، الكمون. يعني العطريه كتبقى اختياريه، كل وحده واش من يعني التوابل اللي كتعجبها في الماكله وشنو شنو كتفضل. كما شفتوا هنا صافي العطريه تبقى عندكم ميزانكم قياسي ديال الملح. صافي يعني عارفين السرديل تيكون مالح، ما يحتاجش الملح بزاف. كزبر ومعدنوس مطحونين عندي في المجمد كما شفتوا. صافي دابا غادي نخلط هاد الكفته ديالي مزيان. صراحه هاد الكفته هادي كتجي زوينه ما شاء الله. صافي ضفت ديك المعلقه ديال الكمون. قلت لكم التوابل زعما كاين اختياريه، واحد راس المعلقه ديال الهريسه معجونه، ولا ما كانش تقدروا ديروا الهريسه غبره. صافي غادي نخلط مزيان هاد الكفته كما شفتوا. ودرت واحد النص ديال ضامه ديال الزعفران حتى هو ضفتو على حسب التلوين، بغيتها تبقى ديال هكا بيضه. بالنسبه للطريقه دابا باش كندير انا الكفته ديال السرديل باش كتجيني هكا ناشفه وقاصحه، خاصني ضروري كنغسل السرديل. ملي كنغسلو كنخليه مده طويله يتسقطر. قد ما نشف السرديل فاش كتبغيو طحنوا الكفته قد ما كتصدق لكم الكفته ديالو صراحه زوينه. انا دائما كنغسلو كنخليه يتسقطر مزيان، كنسلخو من ديك الجلده ديالو. صافي كنخليه حتى كيتسقطر مزيان عاد نطحنو. ايوا بالنسبه لايدينا البنات راه ضروري تنخدمو بيدينا، داكشي علاش ضروري. يعني واخا بغيت نخلطها بالمعلقه جاتني ما تخلطاتش مزيان، داكشي علاش درت يديا، لان ضروري نخدمو بيدينا. كاين اللي ما تيبغيش يخدم بيدي تقدر تبقى تخلط بها غير بالمعلقه. صافي دابا غندوزو طريقه التحضير. انا جبت مقله درت فيها هكا ثلاثه المعالقات صغار ديال الزيت النباتي حتى سخنت، وغنبدا نكور ونحط الكفته ديالي. بالنسبه لهاد الكفته هادي انا راه غنضيف فيها، درت فيها لا روز لا حتى شي حاجه، درت غير السردين. غنعطيها هاد التحميره في هاد جوج معالق ديال الزيت النباتي. راه ماشي الزيت كثير، انا غادي تنشف راه ما غاديش يبقى الزيت، لان غندير داك الزيت وديك الكفته كلشي غنديرو في الطاجين. كما شفتوا راه درت جوج معالق كبار ديال الزيت. صافي هاك الكفته مازال غادي تطلق الماء ديالها والزيت ديالها. صافي غطيب ضروري انا كندير لها هاد الطريقه. متعجبنيش انني ندير كفته في السرديل وكتطلق ديك هكا ديك البيوضه ديك الرغوه ديالها وهذا متعجبنيش، ولكن هاد الطريقه كتجي السرديل بها بنين. ولكن انا ما تنديرش فيها الروز، اللي بغى يدير الروز يدير الروز. راه كان البنات تقطع علينا الضو، داكشي علاش في التصور في هذا الفيديو كان تقطع الضو. دابا راجع لينا الضو. كما شفتوا هنا راني الطاجين دايره فيه، قطعت شي شلطت واحد المطيشه كبيره وشي ثلاثه الفصوص ديال الثومه وشويه ديال الحامض مصير، ودرت شويه ديال المعدنوس. صافي ونتا ندير معلقه ديال زيت الزيتون. صافي ونفس بالنسبه للعطريه نفس التوابل اللي درت في الكفته غنديرها تما في الطاجين. صافي وغادي ملي غادي نشحر هاد الكفته ديالي مزيان، ملي غنشحرها اختي غادي نديرها في الطاجين. صراحه هاد الطاجين كيجي مختلف وكيجي بنين وزوين البنات. صراحه نتمنى انكم يعجبكم وتجربوه. الا كتجي الطريقه ديال السرديل كيجي مختلف على الكفته اللي موالفين كنديرو ديال السرديل. وانا هنا غادي نديرو شويه ديال الخضره، غنديرو شويه بطاطا، غندير غير شويه ديال البطاطا وسميتو وجلبانه. صافي وواحد شويه ديال الفول، راه كانت عندي جلبانه مخلطه مع الفول ودرتهم. صافي كيما شفتوا هذه المطيشه مع دوك التويمات. صافي دابا راه قربت هذه غادي نقلبها غير التقليبه الثانيه. صافي وغادي نحيدها. هيك الطاجين انا دايره فيها معلقه ديال زيت
الزيتون صافي مديرش فيه الزيت بزاف باش يجيني داكشي هو هذاك. ضفت ديك الدويمه ديال نص الدويمه كان بقى عندي ديال الزعفران صافي كيما شفتوا البنات. صافي دابا ضفت نفس العطريه اللي غادي اللي ضفت في الكفته هي اللي غنضفت في الطاجين. صافي دابا غادي نقلب هاد الكفته هادي التقليبه الثانيه وهنا معاكم. ضروري من هذوك الوريقات ديال سيدنا موسى التنسيم لكم عارفين الحوت ضروري تيبغي الاعشاب منسمه. انا كنفضل الحوت بالزعتر وريقه سيدنا وليازير الصراحه تجي البنه ديالو يا سلام. انا شعلت هنا العافيه على ديك الميطيشه ديالي باش تغلى ودرت ديك قلت لكم راه درت غير واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون. كنشعل الزيت اللي درت فيه هاد جوج المعالق اللي درت الكفته هما اللي غادي ندير نفس غنسوس المقله هكا في الطاجين يعني ما نزيد لا زيت لا حتى شي حاجه. دوك جوج معالق اللي درت هنا صافي هما اللي غادي يعني هما اللي غادي نديرهم في الطاجين ما نعقاش نزيد الزيت وهذا لا. وبالنسبه راه ما كتهزش الزيت بزاف راه تقدروا كانت عندكم مقله طيفه ما كتلصقش راه تقدروا ديروا غير دهنوها غير دهنه خفيفه المقله وتحمروا الكفته بحال هكا واحد التحميره المره الاولى. صراحه كيجي الطاجين ما نقولش لكم البنات الطريقه ديال الكفته كتخلي الكفته مجموعه ما كتشتتش لكم في الطاجين تبقاو الكويرات ديالكم هكا صينين وفي نفس الوقت كتجي واحد البنه التشويحه الاولى هكا في شويه ديال الزيت كتجي الكفته ما نقولش لكم كتجي بنينه وكتجي مختلفه على الطريقه ديال الكفته اللي كنديروا صراحه تجي بنينه وكتجي روعه. نتمنى ان تعجبكم هالطريقه ديال الكفته اللي درت اليوم والطريقه ديال تحضير الطاجين ديال الكفته السردين وانكم فعلا تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بالجيم وبالبارتاج وبالتعليق ديالكم زوينه لان فعلا صراحه وصفه زوينه وكتستحق منكم انكم فعلا تجربوها. صافي كما شفتوا دابا صافي هنا غادي نقاد الكفته ديالي كما شفتوا صافي دابا وغادي نضيف الخضيره ديالي وهانتوما معايا ما تمشيو فين.
وانا الحبوبات ديالي رجعت معكم بعد ما وجد الطاجين ديالنا كما شفتوا معايا ما شاء الله. ضفت عليه داك الحار وداك الزيتون البلدي، داك الزيتون البلدي انا محتفظه بها كف في المجمد صراحه كيجي زوين، واحد رشه ديال الملح من الفوق ورشه ديال الزعتر كما شفتوا معايا. هذا هو الطاجين ما شاء الله البنات، كيجي بنين وكيجي مختلف على الطريقه ديال الطاجين اللي كنوجدوا ديما ديال السردين. صراحه جربوا هذه الطريقه وراها غادي تعجبكم، نتمنى تعجبكم الطريقه باش وجدنا الطاجين ديال الكفته ديال السردين ديال اليوم. طريقه سهله وبسيطه وبسرعه كيوجد لينا الطاجين، ونتمنى انها تعجبكم وتجربوها، وما تقولوش عليا بالدعم المشترك ديالكم والبارطاج طبيعة الحال. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم باذن الله، استودعكم الله.